حياكم الله مشاهدينا ومتابعي برنامج السجاد الأحمر على قناة الثقافية. مساء الخير أجواء، ومساء الخير لكل متابعينا الكرام اللي ينتظروننا على نفس الموعد لمتابعة جديد السينما والمهرجانات الفنية، وهذه أبرز مواضيع حلقتنا. منتدى الأفلام السعودي في نسخة الثانية قدم تجربة استثنائية في صناعة الأفلام. نسعى أن تكون المملكة محورا إقليميا ودوليا للإنتاج السينمائي. هذا من أهم المنتديات اللي حيكون علامة فارقة في صناعة السينما والأفلام. ليس مهرجان سينمائي لكن كل ما يخدم القطاع. منتدى الأفلام خلينا نشوف بعض. نجدد الأفكار الجديدة. عدد الزوار جدا كبير. منتدى وحاجات حلوة جدا يعني. حاجة مبهرة جدا وواضح إنه في دعم كبير. في طعم جديد هيحصل في السينما. إضافة كبيرة راح تكون لنا في الخليج. انبسطت جدا بوجودي وتواجدي هنا. منتدى كثير كان اليوم مميز. وأفلام السعودية حاضرة في مهرجان مهران الدولي للفيلم العربي 2024. سعيدة جدا بحضور الفيلم السعودي في مهرجان وهران وفي مهرجانات أخرى. من أكثر الأفلام السعودية جرأة بل والخليجية. من أفضل الأفلام اللي أنا شفتها في آخر 3 سنوات من الأفلام السعودية. أنا اتفاجئت بمستوى الفيلم الحقيقة، فيلم بديع. متواجدين في وهران اليوم نعرض فيلم السينما. كل التفاصيل اللي موجودة في الفيلم هي طالعة من تجارب أنا مريت فيها في حياتي. كثير حبيت يعني، تفاجأت والله. برافو. افتتاح فعاليات مهرجان وهران الدولي في الجزائر بعد توقف 6 سنوات. سعداء باللقاء الأحبة وصنع السينما باللقاء الجمهور الوهراني. دولة أوسكار ودولة السعفة الذهبية الوحيدة يعني. أتمنى لمهرجان النجاح وسعيد أوي بالدعوة دي. ضيف الشرف المهرجان هي السينما العراقية. نحن محتاجين السينما بالعراق وبكل الدول العربية. ما كنت أتوقع بأن ردة الفعل بالجمهور العراقي والعربي يكون جيد لبغداد ماسي. هي قبلت التحدي وفضلت مؤمنة بالعمل ده لمدة سنين. وست أفلام عربية تخوض سباق الأوسكار لأفضل فيلم دولي. إن شاء الله ديما موافقة للمشاركات التونسية المهمة والعربية زيادة. من المسافة صفر هذا حيضيف للمشروع كتير إعلام. الكشف عن صور من كواليس فيلم هوبال المنتظر. وآمال رمزي تكشف أسرار البيه البواب بعد مرور 37 عام. ده ألم على وشها، طاير لها درس. قلت الحمد لله. وباركر فين مخرج سمايل 2 ضيف السجاد الأحمر. It was a dream come true that people seem to connect with it so much. It's gonna make them jump. It's gonna make them scream. تفاعل كبير يصاحب كل جديد يخص فيلم هوبال المدعوم من برنامج ضوء لدعم الأفلام التابع لهيئة الأفلام، خاصة وأنه اقترب موعد عرضه اللي من المقرر أن يكون نهاية هذه السنة. فبحماس كبير ينتظر الجمهور السعودي هذا العمل اللي تدور أحداثه في التسعينات في السعودية، ويعرض قصة عائلة بدوية تهجر القرية لتعيش في عزلة تامة بقلب الصحراء ضمن قصة درامية تعكس فترة حاسمة في تاريخ السعودية. وتولى كتابة هذا الفيلم مفرج المجفل، وكشف مخرج العمل عبد العزيز الشلاحي عن الصور الأولى من كواليس الفيلم اللي شارك في بطولته إبراهيم الحساوي، مشعل المطيري، ميلا الزهراني، وحمدي الفريدي وغيرهم. ومن المتوقع أن يحقق هذا العمل نجاح كبير ويشكل بصمة في السينما السعودية لعام 2025 بسبب عناصر المتكاملة ما بين الإنتاج، فريق العمل، أحداث القصة، الإخراج والتصوير اللي تم في جدة ونيوم وأجزاء منه في محافظة رماح التابعة لمدينة الرياض. أفلام سعودية أخرى قدرت تتصدر أحاديث الناس ومواقع التواصل وتحقق نجاحات كبيرة طيلة عام 2024، كان أبرزها فيلم مندوب الليل اللي شارك بعدد من المهرجانات السينمائية المحلية والعالمية،
وحصد العديد من الجوائز إلى جانب الأرباح اللي حققها على شباك التذاكر من وقت طرحه في بداية ديسمبر 2023 حتى مارس 2024 واللي بلغت 28 مليون ريال. ومؤخراً مندوب الليل شارك ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي 2024 واللي امتد من 4 إلى 10 أكتوبر في الجزائر، وهذا العرض هو الأول أفريقياً لهذا الفيلم من إخراج علي الكلثمي. ما شاء الله فهد، وين الشغل؟ علاقات عامة. وعلى الرغم من مرور أكثر من 8 أشهر على عرض فيلم مندوب الليل في السعودية وفي عدد من المهرجانات، إلا أنه ما زال إلى اليوم يحصد أصداء إيجابية في كل مكان يعرض فيه، وهذا اللي حصل في الجزائر في عرضه الإفريقي الأول رغم غياب فريق العمل واللي خلاه يحصل على جائزة الوهر الذهبي في ختام المهرجان. واحد من الأفلام طبعاً اللي نالت استحسان كبير على مستوى الوطن العربي من وقت انطلاقه في مهرجان البحر الأحمر. أنا شفته الحقيقة لأول مرة في وهران، أنا اتفاجأت بمستوى الفيلم. الحقيقة فيلم بديع، ولا كادر تقريباً بالنهار، ومع ذلك محدش خد باله، محدش اتضايق من ده، مركزين طول الوقت في موضوع الفيلم إنه بالليل، فبالتالي الغرف المغلقة كلها أدت الواجب. من أكثر الأفلام السعودية جرأة، بل والخليجية في المطلق، فيلم جريء جدا. احنا عارفين في عالمنا العربي في قيود كتيرة، فيلم جريء ومتحرر من كتير من القيود. الجمال اللي فيه ان فيه لغة سينمائية عالية وفيه ممثل هايل البطل، ففيلم من اهم الافلام اللي شفتها على المستوى العربي هذا العام، وهذا اللي خلاه يحقق اعلى مبيعات فيلم سعودي وعربي في 2024 حسب ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للفيلم على إنستغرام. شوف أنه من أفضل الأفلام اللي أنا شفتها في آخر 3 سنوات من الأفلام السعودية. هو فيلم يعني بيتكلم عن بشر حقيقيين، على المستوى الفني هو كمان جيد. يعني في أفلام تناولت فعلا قضايا جادة، ولكن فنيا ما كانتش بنفس جاذبية مندوب الليل. أنا سعيدة جدا بحضور الفيلم السعودي في المهرجانات، في مهرجان وهران وفي مهرجانات أخرى، والحمد لله تجارب السعودية يعني تنضج أكثر فأكثر، ويصبح تواجدها وحضورها سواء كان في المهرجانات العربية أو العالمية أكثر كل سنة. يعني السنة هذه كان في فيلم سعودي في كان، وهذا كان شيء يعني أسعدنا. إن شاء الله السنة القادمة أيضا نشهد يعني حضور سعودي في فينيس وفي أيضا كان وفي كل المهرجانات العربية الأخرى يعني بإذن الله. وبما أننا نتكلم عن مشاركة الأفلام السعودية بالمهرجانات، كان لازم نعرف إذا مندوب الليل راح يكون من ضمن ترشيحات المملكة ليمثلها في الأوسكار. هو من الصعب الحكم أو الحديث عنه، سبق أن كنت في لجان للأوسكار، فلذلك من الصعب الحكم، لكن أكيد أن دائما هو تقييم لما تم عرضه على مدار العام، ثم اختيار الأكثر تميزا ولمعايير يعني عديدة ندرسها كلجنة قبل إعلان الفيلم الفائز. وفيلم سعودي آخر أيضاً كان عرضه الإفريقي الأول في مهرجان وهران الدولي هو الفيلم الكوميدي السنيور عقدة الخواجة، المدعوم من هيئة الأفلام للمخرج أيمن خوجة، واللي كان فيلم صيف 2024. وتفاصيل عرضه والريد كاربت رصدتها كاميرا السجاد الأحمر. محبي السينما وعدد من النجوم حرصوا على التواجد في العرض الخاص لفيلم السنيور عقدة الخواجة، وعلى الريد كاربت دارت أحاديث بينهم وبين صناع العمل المخرج والمنتج أيمن خوجة والمنتج إيفان خضير. أما داخل القاعة اللي امتلت بالناس، عبروا الاثنين عن حماسهم للعرض الأول للفيلم في أفريقيا، وتحديداً في البلد الأم لإيفان الجزائر. فرحتي دبل، فيلم اللي شارك في الانتاج فيه، وشارك في الانتاج فيه، اعتبروا فيلمي يشارك في مدينتي. سعيدين اول شيء، فخورين انه احنا متواجدين في
وهران اليوم نعرض فيلم السينيور. فهذا الفيلم اللي حقق نجاح كبير في السعودية خلال عرضه في أغسطس الماضي يتكلم عن قصص حصلت بالفعل. كل التفاصيل اللي موجودة في الفيلم هي طالعة من تجارب أنا مريت فيها في حياتي، أكيد عكستها بشكل كبير على كل حاجة متواجدة في الفيلم، من production design لكرو لوردروب لميك اب، كل شيء. يعني احنا فكرنا في كل دي الأشياء، وكان هدفنا إنه نناقش قضية عقدة الخواجة وعقدة الأجنبي. وطبعا طرح هذا الموضوع كان يحتاج لدقة كبيرة في كتابة القصة والسيناريو. كنا حريصين، يعني احنا يمكن كتبنا يمكن 13 درافت في السيناريو، واشتغلت كثير مع الممثلين على انه كيف احنا دائما نكون حريصين انه احنا ما نسيء للعنصر الاجنبي اللي جاي من برا، لانه في ناس ممتازين جايين يطوروا البلد ويساعدونا في بناء الرؤية، لكن نحاول نبرز الأشياء اللي هي ممكن تضحك، والأشياء اللي هي وهي شخصية، هي قصة شخص اسمه سالم في الفيلم، وبرضه ما نسيء للمواطنين أو العرب نفسهم. فهو موضوع جدا حساس، لكن الحمد لله نجحنا أنه احنا نناقشه بطريقة ساخرة جميلة، ما نسيء فيه لأحد يعني. وجودة العمل كانت واضحة من خلال الأصداء الإيجابية للفيلم حتى في الجزائر. كثير حبيت، يعني تفاجأت والله، برافو، مشغول حلو كتير كفكرة، كسيناريو فاجأنا بالأخير، حلو هذا التويست العامله بالفيلم، على مستوى عالي والله، جاء رائع. اختتم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي دورة الـ12 اللي أقيمت في الجزائر بعد غياب 6 سنوات بمشاركة أكثر من 60 فيلم من 17 بلد عربي. وتوزعت الأفلام المتنافسة على 4 مسابقات للأفلام الروائية الطويلة والوثائقية الطويلة والروائية القصيرة والوثائقية القصيرة، إضافة إلى عروض موازية ضمن برنامج أفلام السجادة الحمراء، وثائقيات وهران وكلاسيكيات وهران. وخلال حفل الافتتاح تم تكريم الممثل المصري محمود حميدة والمخرج الفرنسي من أصل يوناني كوستا جافراس وزوجته المنتجة ميشيل ري جافراس، وأيضاً المخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة. واستلم الدرع التكريم الخاص بالمخرج الجزائري محمد الأخضر حمينة ابن طارق وسط تصفيق الجمهور للمخرج العربي الوحيد اللي حصل على السعفة الذهبية عن فيلمه وقائع سنين الجمر في مهرجان كان السينمائي سنة 1975. هذه الأجواء الاحتفالية استمرت طيلة يوم الافتتاح اللي شهد حضور كبير من الفنانين الجزائريين والعرب، واللي رحبت فيهم وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي خلال كلمتها اللي ألقتها بهذه المناسبة. وعودة هذا المهرجان بعد غياب كانت مناسبة كثير ينتظرها. سعداء بهذه العودة، سعداء باللقاء الأحبة وصناع السينما، بلقاء الجمهور الوهراني، بلقاء الجمهور اللي جاي حتى من الغرب الجزائري، وكاين الناس حتى جت من العاصمة، سعداء بلقائكم أنتم تاني لكم متواجدين على معانا لتغطية هذا الحدث. هيدا المهرجان لنثبت للعالم أنه نحن مستمرين. طبعاً الجزائر هي دولة الأوسكار ودولة السعفة الذهبية الوحيدة يعني، ونتمنى نعم نحن يعني إن شاء الله في القادم هو يكون في نشاط أكبر، إنتاجات مشتركة يعني حتى الإنتاج يصبح على مستوى عالي، يجب أن يكون مشترك مع المشرق مع دول الخليج، وهناك خطط إن شاء الله نقدر ننفذها قريبا. وإيفان هو منتج الفيلم السعودي السنيور عقدة الخواجة اللي شارك في المهرجان بعرضه الإفريقي الأول والفيلم من إخراج أيمن خوجة. جدا سعيدين بتواجد مهرجان وهران، وخصوصا بعد الغيبة هذه، نشكر رئيس المهرجان اللي تعب كثير لين يرجع، نشكر وزارة الثقافة الجزائرية برضو، نشكر الشعب الجزائري على الاستضافة الجميلة. للأمانة أنا أول مرة أجي مدينة وهران وأحس كأني قاعد في بيتي، يعني كأني يعني الشعب الجزائري والشعب السعودي مترابط ومتحمس إنه اليوم فيلمنا فيلم السينيور بينعرض في عند الجزائر ويشوفوا الفيلم، ومتأكد إنه راح يعجبهم. أما أحمد مجدي من مصر فكان متحمس للمشاركة في هذا المهرجان لأسباب كثيرة، من بينها زيارة بلد والدته الجزائر، ونشر على إنستغرام صورة على الريد كاربت وكتب في بلدي الثاني الجزائر البيضاء. سعيد إن أنا بقرب يعني للنصف الثاني من جزوري، وبشوف في ملامح يعني الجميع، بشوف نفسي وبشوف خلاني وقرايبي، فأتمنى لمهرجان النجاح وسعيد قوي بالدعوة دي سعيد. وطبعا كان لازم نعرف إذا ممكن نشوفه بأفلام جزائرية. أتمنى أن ده يحصل كممثل أو كمخرج أو كمنتج،
أتمنى التعاون مع صناع أفلام جزائريين، والحقيقة ده الهدف الأساسي من الرحلة دي. المهرجان عرض خلال أسبوع حوالي 60 فيلم من كافة أرجاء الوطن العربي، وخصص جزء للأفلام العراقية، وكان هذا الجزء تحت عنوان نظرة على السينما العراقية. ومن الأفلام اللي عرضت فيلم الرحلة لمحمد جبار الدراجي، بغداد تثور للمخرج كرار العزاوي، جمال العراق الخفي للمخرج سهيم عمر خليفة ويورغن بيودست، وفيلم شارع حيفا للمخرج مهند حيال. وهذا الأمر أسعد صناع السينما العراقيين اللي تواجدوا في هذا الحدث. هاي السنة هي شيء مميز لنا، لأنه السبوتلايت أو الضيف الشرف المهرجان هي السينما العراقية، فإحنا جايين مجموعة كبيرة من العراق ودنا نعرض أفلام جديدة وأفلام من قبل 10 سنوات أو أكثر. تسليط الضوء على السينما العراقية هو جدا مهم، وطبعا إحنا شرف بهذا الشيء، بس مهم جدا لدعم السينما العراقية حتى يصير نشاط أكثر ويصير تطور بالسينما العراقية، لأن إحنا محتاجين السينما بالعراق وبكل الدول العربية من أجل التنوير، بس بنفس الوقت التغيير بالواقع اللي نعيشه. ومن بين الأفلام العراقية اللي شاركت بهذا الحدث ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، وهو واحد من عدة أفلام عربية أخرى تم ترشيحها من قبل دولها للمشاركة في المنافسة لنيل جائزة الأوسكار ضمن فئة أفضل فيلم دولي، واللي تتنافس فيها أفلام سينمائية طويلة تم إنتاجها خارج الولايات المتحدة، واخترنا بفقرة سبوتلايت اليوم تسليط الضوء عليها. فإلى جانب ميسي بغداد اللي من بطولة زهراء غندور، أثير عادل وصفاء نجم، أيضا رشح فيلم عربي آخر من مصر، وكان فيلم رحلة 404 اللي من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا وخالد الصاوي، وأيضا كان له عرض خاص بمهرجان وهران السينمائي. انا فوجئت بالخبر لان انا ما كنتش مركز انه ده الوقت، انه وما نزلتش اخبار عن انعقاد اللجنه يعني، فما كناش عارفين. وصلنا وابطال الفيلم عبروا عن سعادتهم بهذا الترشيح، فشركه فيلم كلينيك المنتجه للعمل نشرت بوست على انستغرام كتبت فيه فخورون بالاعلان عن اختيار فيلم رحله 404 لهاني خليفه لتمثيل مصر رسميا في سباق اوسكار افضل فيلم دولي لعام 2025. اما منى زكي فقالت في بيان: اتوجه بالشكر لنقابه المهن السينمائيه على ترشيح الفيلم ليمثل مصر في الأوسكار، وإن شاء الله ربنا يكملها على خير ويقبل ونشرف بلدنا. من ساعة ما قريت سيناريو الأستاذ محمد رجاء سنة 2010 تقريبا أو 2011، قلت له أن أنا بفكر في منى، ورحنا لمنى واتكلمنا معاها، وكان شيء صادم كمان بالنسبة لها شوية أنها تعمل دور زي ده، لأنه ده بعيد عنها خالص يعني. بس هي طبعا حماس الفنانة وفكرة التحدي منى فنانة حقيقية. رغم أنه الفيلم تأجل أكثر من مرة لأكثر من سبب، إلا أنها كانت مصرة على تقديمه. هي قبلت التحدي وفضلت مؤمنة بالعمل ده لمدة سنين، وظروف سياسية تحصل والإنتاج حصل فيه مشاكل، إلى أن مؤخرا محمد حفظي قدر يزق الفيلم بالاشتراك مع شاهيناز العقاد ومع مجموعة تانية. الفيلم رحلة طويلة تزيد عن 13 سنة مثلا الحاجة. ولكن الانتظار ما كان على الفاضي، فالفيلم حصد أصداء إيجابية من لحظة عرضه في يناير الماضي. واحد من أميز الأفلام الطبيعي اللي تعرض خلال السنة الماضية، ولكن أنا ما تخيلش أن الفيلم ممكن يروح بعيد وسط المنافسة الدولية الكبيرة من الأفلام اللي حصلة سواء من الوطن العربي أو حتى من مختلف دول العالم. من هذه الأفلام الفيلم العراقي ميسي بغداد للمخرج سهيم عمر خليفة، اللي حصل على جائزة الوهر البرونزي في ختام مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي واللي صدر العام الماضي. الآن إحنا ما وصلنا للقائمة القصيرة، يعني إن شاء الله راح نحاول مرتين، يعني نجحنا بها ثلاث مرات، إذا ما نجحنا ما راح تكون كارثة، لأن هاي الخطوة العراق اختار هذا الفيلم بالنسبة لنا مهم جدا، لأن بالأول ما كنت أتوقع بأن ردة الفعل بالجمهور العراقي والعربي يكون جيد لبغداد ماسي. التوقعات يعني أحسن من التوقعات. هذا الفيلم بالنسبة لنا احنا سويناه اكثر للجمهور اوروبي او انترناشونال. طبعا كان لازم نعرف سبب الاستعانه باسم ميسي في عنوان الفيلم. احنا بالاول اسم الفيلم كان نادي بغداد الرياضي، هذا الشيء اضفنا لها ليش؟ لان احنا بالنسبه لنا ما نحب نختار شخص او نسوي دعايه اعلاميه لشخص او لفريق، بس اخترنا 2009 ل 2009 مين كان بالنهائي؟ مانشستر يونايتد وبرشلونه. باخترنا اي اسم نختار، ميسي لان هو
هم مشهور جدا يعني، حتى الناس اللي ما يحبوا كرة القدم يعرفون ميسي يعني، هم بالإنجليزي ميسي يعني الفوضى يعني، يشبه هذا الشيء، اختنا هذا الشيء. وأيضا راح نلقي الضوء على الأعمال الأخرى اللي تم اختيارها للمنافسة على الأوسكار في الفيلم الجزائري 196 متر الجزائر من كتابة وإخراج شكيب طالب بن دياب، والفيلم الثاني من فلسطين عنوانه من المسافة صفر للمخرج والمنتج رشيد مشهراوي. وأيضا فيلم من المغرب الجميع يحب تودا اللي شارك في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي من إخراج نبيل عيوش، إضافة إلى فيلم روائي طويل من تونس بعنوان المابين لندى المازني حفيظ. وقدر هذا الفيلم أنه يحصل على العديد من الجوائز، آخرها كان أفضل فيلم عربي طويل بمسابقة نور الشريف للفيلم العربي بالدور 40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي. وعن ترشيحه للأوسكار عبرت مخرجة الفيلم ندى المازني حفيظ عن سعادتها، فنشرت بوستر الفيلم وكتبت بما معناه أنه حلم أصبح حقيقة لفريق العمل كله. إن شاء الله ديما موافقة للمشاركات التونسية المهمة والعربية زادة، ونعرفوا اللي اليوم تونس معناها فما زخم كبير متاع انتاجات، فما زخم كبير متاع مشاركات، وزخم كبير كذلك متاع جوائز مهمة نالتها السينما التونسية هذه السنة. والشركة المنتجة للفيلم المغربي الجميع يحب تودا عبرت أيضا عن سعادتها بهذا الإنجاز، والفيلم يحكي عن تودا شابة قروية تضطرها الظروف وأعباء تربية ابنها الوحيد للانتقال إلى الدار البيضاء، وتحاول أنها تحقق حلمها وتصير فنانة، ولكن تتعرض للعديد من المشاكل. أما فيلم 196 متر الجزائر فهو فيلم تشويق وإثارة، يتكلم عن قصة حقيقية وهي اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية واللي حدثت منذ عقود. وهذا الفيلم فاز بالجائزة الكبرى لمهرجان رود آيلاند الدولي في أمريكا أغسطس الماضي. والأحداث الحقيقية نشوفها في فيلم من المسافة صفر الفلسطيني، واللي كان عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة اللي تتضمن تجارب لحكايات صانعي أفلام من غزة، تم تصويرها بإمكانيات محدودة في قوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي. وهذا الفيلم فكرة وإنتاج المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. ترشيح فلسطين للأوسكار من خلال أفلام غزة من المسافة صفر، هذا حيضيف للمشروع كتير إعلام. تجربة صناعة تصوير وإنتاج الأفلام عاشها كل من شارك في منتدى الأفلام السعودي اللي امتدت فعالياته من 9 إلى 12 أكتوبر في مدينة الرياض، واللي شملت مجموعة من المناطق التفاعلية والتجارب الحية إلى جانب معرض ومؤتمر متخصص بهذا المجال. ومنتدى الأفلام السعودي يعد الحدث الأول من نوعه اللي يجمع الخبراء والمتخصصين من صناع الأفلام في المملكة ونخبة من الفنانين والمنتجين العرب والعالميين، عشان كذا كان لازم نتواجد لتغطية أبرز الفعاليات ونشاطات هذه النسخة والبداية من حفل الافتتاح. افتتح صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأفلام النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي في الرياض. هذا الحدث الضخم اللي شهد حضور واسع من السينمائيين المتخصصين والمهتمين، وفي كلمة ألقاها صاحب السمو أكد سموه على أهمية صناعة الأفلام بصفتها اقتصاداً يبنى وفرصاً تخلق وقصصاً تكتب لتبقى في ذاكرة الأجيال. نسعى لأن تكون مملكة محورا اقليميا ودوليا للانتاج السينمائي. وشدد سموه على ان هيئه الافلام تسعى من خلال المنتدى لتاسيس مرحله جديده تتجاوز حدود الابداع والتعلم، ولصناعه سينمائيه متكامله تمثل جسر للتواصل الثقافي والاقتصادي مع العالم. هذا من اهم المنتديات اللي حيكون علامه فارقه في صناعه السينما والافلام. انا بقول ان المنتديات اللي مثل كذا والتجمعات اللي مثل كذا هي شيء ضروري، وابغى اشكر طبعا وزاره الثقافه وكل القائمين على المنتدى، لان هذا اساس لبناء الصناعه واللي هي فيها ان شاء الله باذن الله مستقبل باهر على جميع الاصعده. وهذا اللي دائم يحرص عليه سموه وزير الثقافه من خلال متابعته لكل ما يسرع من عمليه التطور الكبير اللي تشهد المملكه على المستوى الثقافي والفني وكل ما يتعلق بالسينما السعوديه ونجاحاتها اللي وصلت للعالميه. سموه داعم
وكل من خلفه في الوزارة يعني ويعني يتبعون سموه في دعم هذا القطاع المهم. نفخر بما حققه القطاع، لكننا نعتقد كما يعني ذكرنا سموه دائما أننا لازلنا في البداية، وهنالك الكثير نقدمه لهذا البلد الغالي. وهذا المنتدى الفريد من نوعه في العالم العربي يعتبر خطوة مهمة في تمكين وتطوير صناعة الأفلام في المملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الثقافية المستمدة من رؤية المملكة 2030. نرحب بكل الزوار سواء كانوا صناع أفلام أو شركات، لأن هذا الفعالية نسميها إحنا فعالية صناعة أو industry event بالإنجليزية، اللي هو ليس مهرجان سينمائي لكن كل ما يخدم القطاع، سواء دورة الإنتاجية، ما قبل الإنتاج، تصوير، ما بعد الإنتاج والمونتاج وغير المراحل الأخرى، التأمين، العرض، التمويل، البحث عن المواهب، شركات الاهتمام بالفنانين وتمثيلهم، كل هذه الصناعة موجودة هنا. وهذا كان واضح في المنتدى اللي تضمن أكثر من 130 ركن من أركان الجهات المشاركة في المعرض المصاحب، ومن بينهم أكاديمية نيوم للإعلام الرقمي. وظيفتنا في هذه الأكاديمية هو دعم القطاع بالمواهب، سواء في صناع الأفلام، الكتاب، المخرجين، وأيضا الصحفيين وصناع المحتوى بأشكالها المختلفة. فهذه أنا موجودة هنا لهذا السبب. ولنفس هذه الأسباب حرصت العديد من الشركات المحلية والعالمية والجهات الحكومية أن يكون لهم ركن في هذا المنتدى عشان يستفيدون من هالزوار. منتدى الأفلام يخلينا نشوف بعض، نجدد الأفكار الجديدة، نقابل المنتجين، نقابل المخرجين، نقابل مساحة مفتوحة في موضوع الأفكار السينمائية. أن تجمع مجموعة كبيرة من اللي هم الباكستيج، اللي هم المقدمين للخدمات ومزودين الخدمات زي المعدات والأجهزة والتصوير وخلافه، والعاملين في القطاع المنتجين، في حيكون نوع من الاتفاقيات، في نوع من المعرفة، في نوع من التوافق على بعض الشراكات اللي موجودة. نلتقي في مكان زي كده يضم كل المهتمين في الصناعة، شيء مهم مرة للممثل يلتقي بمنتجين وكتاب ومخرجين. النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي جدا رائعة ما شاء الله، عدد الزوار جدا كبير، واليوم الافتتاح جدا رائع، التنظيم رائع. والحلو في هذا المنتدى أنه جمع شخصيات مهمة في عالم السينما من مجالات وجنسيات مختلفة للاستفادة من خبرات بعض. منتدى وحاجات حلوة جدا يعني، الحمد لله. I think it helps in a lot of ways. Part of it is movie making. I think absolutely because you have a lot of people connecting here. And definitely making business announcing movies, announcing slates. هي حاجة مبهرة جدا، وواضح إنه في دعم كبير لتواجد المنتجين المصريين معاكم هنا، وده شرف لينا. الاحتكاك اللي حاصل ده هيولد سينما ما بيننا وبين السعودية، في طعم جديد هيحصل في السينما، في طعم جديد هيبقى في التلفزيون. تضمن اليوم الأول للمنتدى برنامج ثقافي مهم مليء بالفعاليات وورش العمل والندوات وغيرها، والجلسة الافتتاحية كانت بعنوان الثقافة والأفلام والدبلوماسية الناعمة، تحدث فيها صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل. لا شك أنه هناك بعض الانتاج السينمائي ليس فقط في هوليوود، ولكن في كثير من أنحاء العالم يكون اهتمامه الوحيد هو الريع والمكسب المادي، بينما الاهتمام بالفكرة أو الموضوع أو الرسالة التي يراد من خلالها إيصال شيء معين لخدمة الإنسان والبشرية في مستوى ثالث أو رابع بعد الهدف من الربح المادي. وبعدها عقدت عدة جلسات حوارية بعناوين مختلفة، ومن بينها جلسة بعنوان الدور التكاملي بين المؤسسات غير الربحية والتجارية لدعم المواهب الصاعدة، حاورت فيها ضيوفي كوساكو يادا ومحمد عسيري. وأيضا كان في جلسة أخرى بعنوان استدامة برامج التطوير والدعم في قطاع الأفلام، وجلسة بعنوان نظرة على تاريخ جوائز الجولدن جلوبز، حاورت الصحفية لما الحموي رئيسة رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المتخصصة بجوائز الجولدن جلوبز هيلين هوهن. الجلسات الحوارية تطرقت للعديد من المواضيع بعناوين مهمة مثل قطاعي الأفلام والسياحة، التوأم المتكامل، كانوا ضيوفها ماجد الحقيل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الثقافي، والمهندس عبد الله آل عياف الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، وحاورهم المنتج والمخرج فيصل بلديور. الجلسة صراحة جلسة أنا أشكر المنتدى أنهم اختاروا هذا العنوان، لأنه عنوان مهم
مهم جدا ولم يتم التطرق له كثير. من ناحية تطرقوا كثير في من ناحية صناعة الأفلام، الإخراج، الإنتاج، لكن ما كان في كثير من الندوات اللي تتكلم عن تأثير السينما والأفلام على قطاعات أخرى منها السياحة. وغير الجلسات الحوارية كان في جلسة نقاش بعنوان مسيرة ويل سميث المهنية ووجهة نظره حول صناعة الأفلام ومستقبل السينما بحضوره وحاور حكيم جمعة. In general, artists always clash with the status quo. So that's a part of being an artist that you're pushing the boundaries, you're posing questions. As much as it can be inclusive, the more people that it's inclusive of, the better it is for the messaging. نجم كبير مثل ويل سميث يعني إضافة كبيرة راح تكون لنا في الخليج، أنه يقدم عمل ينتشر عالميا ويقدم ثقافتنا الخليجية والعربية إلى العالم كله. ضمن 6 ممثلين سعوديين فجلسنا في جلسة حوارية معاه، كان حلو، انبسطت جدا بوجودي وتواجدي هنا. منتدى كثير كان اليوم مميز، اليوم الافتتاح أول يوم، حضور نجوم كبار مثل ويل سميث والناس القائمين على هالمنتدى هذا، يعني كان فخر كبير أن نكون متواجدين اليوم مع منتجين ومخرجين وشركات إنتاج كبيرة. انطلقت فعاليات المنتدى وشملت العديد من الجلسات الحوارية والنقاشات بمختلف المواضيع والقضايا السينمائية وكيفية تطوير الصناعة محلياً وعالمياً. وطبعاً استضاف الحدث أهم الشخصيات السعودية والنجوم العالميين ضمن أجندة مليئة بالنشاطات المختصة بالسينما. واليوم الثاني تضمن جلسات حوارية كثيرة، من بينها جلسة بعنوان تأثير ثورة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على صناعة الأفلام، حضرها عدد كبير من المهتمين بالموضوع. I see AI as a tool to make things better, maybe potentially more efficient. Still, it's never will be a human creation, but I think for some specific stuff. وغير الجلسة الحوارية عن الذكاء الاصطناعي كان في جلسات بعنوان لماذا تحتاج الصناعة السينمائية لأرشيفات الأفلام وحالة صناعة السينما العالمية والتحديات والفرص ونمو المحتوى الدولي وفرص الاستثمار المحتملة، بالإضافة لجلسة بعنوان تجربة المستهلك بين شباك التذاكر ومنصات العرض. كانوا ضيوفها هشام الغانم رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية، وآدون كوين الرئيس التنفيذي لسينما موفي. كان في حديث مهم عن دور السينما السعودية والإقبال الكبير عليها. I think we've seen that especially in 2024 with a movie such as Bad Boys 4, the Saudi market was the second biggest country worldwide in terms of box office for that film, just behind the US market. So it really depends on the content and what resonates with the local audience, but we've seen it. It's grown to be being the 15th biggest market in the world. And we've seen examples where it's been as high as number 2. بالنسبة لنا كمنطقة الشرق الأوسط اللي احنا ننتمي لها وشمال أفريقيا، نعتبر احنا الأساس في عدد التذاكر. يعني حتى في الخليج يعتبر السعودية، المملكة العربية السعودية هي رقم 1، تليها الإمارات، تليها الكويت، وبعدها باقي دول الخليج، ومصر تجيب رقم 4 أو 5 ممكن تجي. وأيضا خلال هذا اليوم كان في حديث شيق مع مؤسس ومدير مهرجان أفلام السعودية أحمد الملا بعنوان النخلة الذهبية، حكاية مهرجان أفلام السعودية. وكان لكاميرا السجاد الأحمر جولة في المعرض المصاحب للمنتدى، وزرنا العديد من الأقسام من بينها ركن خبير المكياج والمؤثرات الخاصة إسلام محمد، وأيضا ركن مصممة الأزياء ياسمين علي، اللي قالت لنا عن الخطوات اللي تعتمدها لتصميم أزياء الأعمال اللي تشارك فيها. باخد السكريبت، بقراه، بحط تخيلاتي، كل شخصية بنقعد نتكلم فيها أنا والمخرج والناس، يعني التيم، لحد ما بنستقر عليها ونبتدي ننفذها. أكيد وجودنا هنا دي حاجة احنا عايزين نعملها جدا كلنا، لأن هو كل ملاحظ أن السعودية يعني متجهة اتجاه سريع جدا لأنها تطور السينما أكتر من أي حاجة. وهذا اللي خلى أيضا رجال الأعمال وصناع السينما والفنانين أنهم يزورون المنتدى، اللي كان خطوة مهمة لهم عشان يتعاونون مع بعضهم البعض. I really feel Saudi is that green field for us to be productive and contribute and build something that becomes a global brand. الحقيقة منتدى الأفلام السعودي هي فرصة طيبة جدا
ان احنا نجتمع باهم صناع في العالم العربي بل والعالم كله. انا كفنان مصري عربي وعايش دلوقتي في لوس انجلوس بنحاول نشوف ايه الحاجه اللي ممكن تتعمل تكون كومن ما بين مصر والسعوديه او امريكا والسعوديه. اليوم طبعا هذا نقدر نقول عرس لنا في السعوديه انه كل القطاعات اللي في مجال السينما والاعلام تشارك مستجداتها وتشارك هذا الفرح الكبير هو الفرح السينمائي. احنا قاعدين نتعلم ونتطور وان شاء الله التجارب قدام تكون انضج وافضل. في اليوم الثاني للمنتدى كان في زياره خاصه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه، واخذ جوله فيه واطلع على ما يقدمه من فرص لتعزيز صناعه الافلام. كل ما هو موجود في هذا المنتدى ابهر الزائرين، خاصه التقنيات الحديثه في المعرض المصاحب واللي عرضتها شركات محليه وعالميه، وهذا اللي سجلته كاميرتنا في اليوم الثالث لهذا الحدث الضخم. مبسوط جدا طبعا ان انا موجود هنا النهارده بالدعوه الكريمة اللي جات لي، ومبسوط جدا بالحفاوة الكريمة اللي موجودة. في مجال التمثيل ده شيء يفيدني جدا لاني انا بتعرفت على شركات كتيرة جدا هنا كنتش اعرف انها موجودة. السعودية قامت تمشي اعلى من اول. العام كان حلو بس السنة هذه ما شاء الله 20 دولة والسنة الجاية بتكون اضخم واضخم واضخم. انا منبهرة يعني قاعدة اشوف اشياء انا كممثلة انا اول مرة اشوفها. يعني جيت وشفت كيف الكاميرات تشتغل وقاعدة أشوف الأفلام اللي بتنزل جديدة، قاعدة أشوف كيف كان السوق السعودي وكيف صار التنظيم رائع، التهوية وهي أهم شيء عند أي أحد، شيء صراحة يعني ولا غلطة ما شاء الله تبارك الله. قاعدين نشوف كل شيء، قاعدين نشوف مواهب جديدة هنا في MBC، قاعدين يصورون لايف على طول، يسوون الكاست وعلى طول يشوفون نفسهم بالشاشة. فالركن الخاص MBC كان عليه إقبال كبير من المواهب اللي تزور المعرض وحابة تدخل مجال التمثيل. احنا اليوم طبعا MBC أكاديمي مع MBC ستوديو طلعنا في فكرة اللي هو تحدي الأونست. تحدي الأونست فكرة الناس يفكروا إن هي تمثيل، لا هي عبارة عن تحدي جروب مع بعض يجوا مثلا في الإخراج في الإنتاج في الملابس في الديزاين في التمثيل. واللي شاركوا في هذا التحدي كان عليهم يختارون بين 3 نصوص عشان يشتغلون عليها. عندنا المكتب وبنات الثانوية والعصف يختاروا النص طبعا ويوقعوا على الكونسنت وبعدين يقرأوا العمل أو الشخصية ويأدوها بطريقتهم. بعد كذا يتوجهوا معنا طبعا مرحلة ما قبل الإنتاج نجهزهم بالميك اب والملابس وبعدين يتوجهوا معانا هنا طبعا تجربة أداء حية زي ما تشوفوا الشاشات يطلع فيها تجربة حية هو والفريق اللي معاه. وطبعا اللي يفوزون في هذا التحدي راح يحصلون على دعم كبير من مجموعة MBC. الآن إذا كان عنده هنا تجربة وعنده المينيمم سكيل في الإخراج في الإنتاج هنا ناخذه بعد كذا للتدريب في مواقع العمل أو ممكن تجيله فرصة وظيفية معانا كفريلانس في الأعمال، فهذه التجربة الحية بنكتشف من خلالها المواهب في كل هذه الاختصاصات. دعم المواهب هي أهم مرحلة تحتاجها الصناعة السعودية حتى تكتمل الدفعات اللي تتخرج من الجامعات. في جاب بسيط في النص هذا اللي يغطيه هو مشاريع التدريب على رأس العمل. وفي هذا اليوم أيضا كان في موفي توك بعنوان فرسان قريح تجربة جديدة في الدراما السعودية، حاورت فيها مخرج المسلسل عبدالله بامجبور ومنتجة أسامة الخريجي. شكرا لهيئة الأفلام على هذا الجهد الرائع. يعطيكم ألف عافية. نجاح كبير حققه المنتدى في نسخة الثانية وأكثر من 70,000 زائر وزائرة ونخبة من المنتجين والفنانين والمتخصصين والمهتمين وصناع الأفلام من داخل المملكة وخارجها زاروا المعرض على مدى 4 أيام واستفادوا من كل ما تم تقديمه من ندوات وجلسات حوارية وأيضاً عرض لأهم التقنيات في عالم السينما. أنا جداً فخورة باللي قاعدة أشوفه ويضيف لي كممثلة الكثير جداً لأنه هذا مكاننا، هذه ساحتنا. وفي هذه الساحة الفنية العالمية تنقل زوار المنتدى بين 127 جناح للجهات المشاركة وشهدت المناطق التفاعلية 8 بالمنتدى تفاعل كبير ومتنوع، وأيضا شهدت عقد اتفاقيات وتسهيلات للشركات العالمية اللي حرصت على الاستثمار بالمملكة وبلغ عدد الاتفاقيات 25 اتفاقية بقيمة إجمالية تصل إلى 226,203,177 I'm particularly interested in the local crew, the local equipment, the local production companies, because we as Film Al Ula also we are promoting Saudi to boost Saudi. But it's great to see guys like Ari and Panther and all those kind of guys coming to invest in
Saudi Arabia. ومثل باقي أيام المنتدى تضمن اليوم الأخير عدد من الجلسات الحوارية والموفي توكس، وواحدة منها كانت بعنوان صناعة الأفلام من الهواية إلى الاحتراف مع الأخوين قدس. اليوم الصراحة المنتدى هذا جدا جدا صراحة جميل، فرصة مناسبة لكل المهتمين في صناعة الأفلام للالتقاء ببعض، وحتى ما هو فقط كده يعني حتلقى فرص للتمويل، حتلقى فرص لأنك أنت تتعاون مع جهات على أساس أنت تنتج، وهذا شيء صراحة صحي تشكر عليه هيئة الأفلام والقائمين ومفلم وكل القائمين على هذه الفعالية الجميلة جدا. ما شاء الله تبارك الله، هذه الجهود كلها، الصناديق الدعم، يعني الأفلام طبعا صناعة مكلفة، فصناديق الدعم يعني كل الأفلام زي ما أنت شايف مدعومة من صناديق الدعم، سواء صندوق الصندوق الثقافي، والآن في صندوق الترفيه بيك تايم، كلها فرص لصناع الأفلام. وطبعا صندوق البحر الأحمر دعم أكثر من 230 فيلم في السنوات الثلاث الماضية، وقدم مديرة عماد اسكندر ورشة عمل مع مجموعة من المتخصصين بعنوان صناديق الدعم، خطوات الحصول على تمويل الأفلام. العالم فعلا على شتى أنواع يعني جبهات بيطالع علينا، فالغرض كان أنك تقول لصانع الأفلام السعودي أو صانع الأفلام اللي يكون أولاد البلد أو السعوديين أو أي واحد من الحاضرين العرب والأجانب، أنه كيف تعرف أنه صناديق الدعم المتوفر حول العالم وكيف تفكر فيها، كيف توصل لها، وليش إيش لك إيش عليك، فلازم تفهم الموضوع. مشاهدينا وصلنا لفقرة البوكس أوفيس، خلونا نتعرف مع بعض على الأرقام اللي حققها شباك التذاكر السعودي في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر. ونبدأ بالمركز الأول اللي مثل ما كان متوقع أن يحتل فيلم جوكر فولي أدو مع 6 مليون ريال سعودي من أسبوعه الأول. هذا العمل هو الجزء الثاني من جوكر اللي تم طرحه عام 2019 من إخراج تود فيليبس اللي تعاون بكتابة السيناريو مع سكوت سيلفر. الفيلم من بطولة واكين فينيكس اللي يؤدي شخصية آرثر فليك، إلى جانب ليدي غاغا اللي تؤدي دور هارلي كوين. وإلى المركز الثاني تقدم فيلم The Wild Robot بعد ما كان بالمركز الثالث الأسبوع الماضي، وجمع في أسبوع الثاني 949,600 ريال سعودي. أما مجموع إيراداته فوصلت 1,800,000 ريال سعودي. وإلى المركز الثالث تراجع فيلم Speak No Evil بعد ما كان متصدر القائمة الأسبوع الماضي بالمرتبة الأولى، وجمع في أسبوع الرابع 700,900 ريال سعودي. وصلت مجموع إيراداته إلى 4,200,000 ريال سعودي. أما المركز الرابع فشهد تراجع لفيلم إكس مراتي بعد ما كان بالمرتبة الثانية الأسبوع الماضي، وجمع إيرادات بلغت 693,100 ريال سعودي. وصلت مجموع إيراداته خلال 10 أسابيع 19,100,000 ريال سعودي. والمركز الخامس كان لفيلم Never Let Go مع 616,200 ريال سعودي في أسبوعه الثاني. أما مجموع إيراداته فوصلت 1,300,000 ريال سعودي. الفيلم من فئة الرعب والتشويق ومن إخراج ألكسندر آيا. وإلى المركز السادس تراجع فيلم Weekend in Taipei وجمع في أسبوعه الثالث 351,400 ريال، وبلغ مجموع إيراداته 1,700,000 ريال سعودي. والمرتبة السابعة حافظ عليها فيلم باغمان مع 338,100 ريال، أما مجموع إيراداته فوصلت 730,400 ريال بعد أسبوعين على طرحه. وأيضاً المرتبة الثامنة حافظ عليها الفيلم المصري عاشق مع 243,400 ريال في أسبوعه الثاني، أما إجمالي إيراداته فأصبحت 621,400 ريال سعودي. عاشق اللي يجمع أحمد حاتم بأسماء أبو اليزيد في بطولته، ومن إخراج عمرو صلاح وتأليف محمود زهران. المركز التاسع شهد دخول فيلم جديد وهو بلو لايت، واللي جمع في أسبوع الأول 214,600 ريال سعودي. الفيلم ينتمي لفئة الرعب وأحداثه بتدور حول مجموعة من الأصدقاء اللي ينطلقون
في رحلة برية لحضور مهرجان موسيقي، ولكن بانتظارهم أحداث خارقة للطبيعة على طول الطريق. الفيلم من بطولة جيريت أوستن براون وجون بوسي وجاسبر كول. أما المركز العاشر فاحتل الأكشن ثريلر MR9 Do or Die مع 173,700 ريال سعودي. وقصة الفيلم تحكي عن تعاون بين جاسوس نخبوي من بنغلاديش مع أحد عملاء وكالة المخابرات المركزية لإسقاط منظمة إجرامية دولية يرأسها رجل أعمال لا يرحم. بعد النجاح الكبير اللي حققه الفيلم الطويل الأول للمخرج باركر فين فيلم سمايل، يعود مجدداً هذا المخرج بجزء ثاني من نفس العالم ولكن بأحداث جديدة ومنفصلة. الجزء الثاني من بطولة الممثلة والمغنية نايومي سكوت، ويتكلم عن نجمة بوب تصارع هذا الوهم الماورائي الخارق للطبيعة، فهل راح يتغلب عليها أو تنجو بحياتها؟ فكرة فيلم سمايل مثيرة للاهتمام، والمخرج باركر فين قدر أنه يطورها بالجزء الثاني بشكل جيد جداً. صحيح ما في كشف كبير عن أسرار الشر وعلاقة الابتسامة وبداية نشأتها وغيرها من التفاصيل، لكن حاول محاولات جادة أنه يطور من هذا العالم. أسلوب المخرج مميز، اعتماده كان قليل على المؤثرات البصرية، وكل الاعتماد كان على اللقطات الطويلة وإخراجها بشكل مليء بالتوتر والغموض والرعب. وقدر من خلال هذا الأسلوب أنه يوظف طاقة الممثلة نايومي سكوت اللي قدمت أداء جيد جداً في هذا الفيلم. يعيب على الفيلم طوله، مدة الفيلم 2.25 ساعة تقريباً، وهذا أطول من الجزء الأول. في النصف الثاني من الفيلم راح تشعر أنه الأحداث توقفت بسبب التكرار وعدم تقدم القصة، وهذا الأمر أثر على النهاية اللي كانت سريعة وغير متوقعة. ممكن هذا التأثير يكون إيجابي أو سلبي على حسب تعاطيك مع الفيلم، لكن الأكيد أنه النهاية راح تفتح باب كبير للتساؤلات والنظريات. بالمجمل هذا الفيلم من أفضل أفلام الرعب اللي نزلت هذه السنة، والمخرج باركر فين من المخرجين المميزين. وأنا كان لي الفرصة أن أجري لقاء خاص مع المخرج باركر فين، تحدثنا خلاله عن تفاصيل فيلم سمايل وكواليسه. Congratulations on the release of Smile 2. Thank you so much. Your debut film was incredibly successful, especially considering the limited budget. What does this success mean to you? And do you see Smile developing into a franchise in the future? Well, you know, it was incredibly surreal to see the way that audiences embraced the first film. And I was just grateful that I had the opportunity to make the film, and it was a dream come true. People seemed to connect with it so much. وهذا اللي خلى الجزء الأول يحقق إيرادات عالمية تخطت ال 217 مليون دولار. لذلك كانت المسؤولية كبيرة على باركر خلال التحضير للجزء الثاني. Coming into the second film, you know, sort of my approach to it was that if I was going to come back and ask the audience to give me their time again, I wanted to make sure that we were doing something worthwhile, something new, something fresh and unexpected. And so that's how Smile 2 happened, and we'll have to see how audiences experience this film. For me, I enjoyed the movie. مو بس قصة الفيلم كانت ممتعة، ولكن أيضا طريقة التصوير والإخراج اللي اعتمدها باركر. Your directorial approach in Smile 2 is distinctive, utilizing long takes, one takes, and intense, suspenseful moments. What inspired this style, and what was behind your decision to rely on these techniques? You know, I think that as a filmmaker, you know, I sort of follow my nose. It's things that I really like, things that I want to see. You know, I suppose I, you know, it starts with the writing, but I feel like I'm the first audience member for my own work, and so I try to put myself in the audience's shoes and work towards my own taste and hope that people like it. But you know, of course, I have a million inspirations, I think, as every director does, and I'm always trying to sort of synthesize all of those inspirations into something that feels sort of holistically its own thing. وهذا اللي كان واضح من خلال التريلر اللي صدر قبل شهر تقريبا، وإلى الآن حقق 9 مليون مشاهدة، وكان ملفت اعتماد باركر على المؤثرات البصرية الطبيعية. You've expressed a preference for practical effects over CGI. Why is this approach is so important to you?
You know, I really love putting as much in front of the camera as possible. I grew up loving practical effects. So I always want to take that as far as I possibly can and then use a hybrid approach and utilize potentially some VFX then to help, you know, bring it to life on the other side. I think that visual effects and CG are really wonderful tools when employed well, and I don't shy away from using them, but I always want to start with things as practical as possible. And I think it helps sort of give control over the design and the feel for everything. وهذا الإحساس هو اللي يسعى باركر إنه ينقله للجمهور من خلال الفيلم. Finally, Parker, what message or experience do you hope viewers will gain from watching Smile 2? You know, we set out to make a film that hopefully will get people very anxious and stressed out, and you know, it's going to make them jump, it's going to make them scream, it's going to also make them laugh. And I really hope that people are just taken on a really crazy roller coaster ride. بفقرة الأفلام الكلاسيكية لليوم اخترنا نرجع للزمن لعام 1987 وقت طرح فيلم البيه البواب اللي أتم هذا العام 37 سنة على العرض الأول له. وهذا العمل اللي يجمع دراما والكوميديا من تأليف يوسف جوهر وإخراج حسن إبراهيم هو أحد أهم أعمال أحمد زكي اللي قدمها خلال مسيرته الفنية واللي شارك بطولتها مع صفية العمري فؤاد المهندس ورجاء الجداوي. وتفاصيل كواليس وأسرار هذا الفيلم تعرفنا عليها مع آمان رمزي اللي طلت فيه كضيفة شرف. ولا زال فيلم البيه البواب لليوم يعرض على شاشات التلفزيون، خاصة أن هذا الفيلم رسخ اسم أحمد زكي بعالم السينما، رغم أنه في البداية كان رافض الدور لما عرف أنه كان لعادل إمام. لقيته جاي لي وقال لي أنا جاي في السيناريو ده وعايزك تعمل لي ضيفة شرف فيه والمبلغ حتاخذيه. ورغم ان امال رمزي كانت موعوده تكون بطله هذا الفيلم الى جانب صفيه العمري، الا ان الشبه بينهم حرمها من الدور، ولكن قدر احمد زكي يقنعها انها تظهر كضيفه شرف. قال لي لا انا عايزك تعملي ست اللي عندها جيم، عندها تطلع وبتتجوزي واحد علشان مدريد كل شوية تسحبي منه فلوس. وهذا اللي أيضا سوته صفية العمري بالفيلم، والأمر اللي خلاه ينتقم منها بسياق الأحداث، ولكن هذا الانتقام كان مبالغ فيه. خانته صفية وكانت بتسرق الفلوس من الخزنة، فادها قلم على وشها في الاندماج كأحمد زكي، طير لها درس. فقلت الحمد لله إن أنا مش وهذه التجربة مع أحمد زكي خلتها تتعلم منه أمور كثيرة. الالتزام، وكان ملتزم قوي قوي قوي، وكان يتضايق لو في 5 دقايق تأخرنا أو حاجات كده. وبعدين كان معنا كمان ده كان بيتضايق لما بيجوا ناس بالقصد بتاعه متأخرين. ومع أجواء الأفلام الكلاسيكية ننهي حلقتنا لليوم. انتظرونا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من السجاد الأحمر. في أمان الله.